محافظة القليوبية من المحافظات اللي فيها إنتاجية كبيرة جدا في محصول القمح، بنتكلم تقريبا عن 40,000 فدان المساحة المزروعة لإنتاج ومحصول القمح داخل محافظة القليوبية. والحقيقة في تسهيلات كتيرة جدا متقدمة للمزارعين وتشجيع كمان على زيادة الإنتاجية، لكن خلونا نعرف مزيد من التفاصيل مع المهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية. برحب بحضرتك يا باشمهندس واهلا وسهلا بيك. طبعا خير يا فندم على حضراتكم وعلى جميع مصر كلها، وكل سنة وحضراتكم طيبين. حضراتكم شرفتونا ونورتونا النهارده. يعني خلينا في البداية تطمنا عن المساحة اللي مزروعة في محافظة القليوبية، الإنتاجية قد إيه والمساحة اللي مزروعة قد إيه، وهل في فرق عن السنة اللي فاتت ولا لا؟ بفضل الله تعالى يمكن المساحات مقاربة لمحات السنة اللي فاتت، ما قلتش أي حاجة إن شاء الله. يعني احنا مقاربين تقريبا ل 40,000 فدان موجودين في محافظة القليوبية. احنا الدولة المصرية مقدمة دعمها الكامل من قبل زراعة القمح لإخواتنا وأبواتنا المزارعين من خلال الحرس ومن خلال التسوية بالليزر. كان في مساحات تسوية بالليزر مجاني من قبل الدولة بدون أي أجر. كان في موجود السطارات اللي بتزرع فدان القمح ب 200 جنيه للفدان. طبعا 200 جنيه ده سعر لا يذكر بجوار لما أنا جبت عمال تزرع محصول القمح. كنا برضو موفرين التقاوي الممتازة من قبل وزارة الزراعة، موفرين الأسمدة لإخواتنا المزارعين، الندوات الإرشادية المستمرة من بداية الموسم. وطبعا سعادتك عارف أن كل منطقة لها حاجة اسمها سياسة صنفية. السياسة الصنفية دي بتكون المنطقة دي ملتزمة بيها، أن هي ما يعني أنا عايز أقول أصناف الصعيد ما ينفعش أزرعها في القليوبية والعكس برضو صحيح. إحنا مع المزارع من بداية الموسم حتى نهايته. برضو بفضل الله تعالى يمكن القيادة السياسية دعمت السنة دي المزارع كما وعدت في البداية. كان سعر الأرداب العام الماضي ب 1600 جنيه، السنة دي ب 2000 جنيه. بنشد بقى من خلال قناتكم المحترمة أبواتنا وأخواتنا المزارعين، بنقول نورد بقى. يعني ايه ندي بقى؟ خلاص الدوله حقيقيه ادتنا طول السنه بتدعم فينا. احنا كل ما فيه انا بورد القمح وباخد سعر ممتاز، ودي حاجه مش يعني مش كتير على دولتنا ان انا اورد القمح بتاعها وورد لاباتنا واخواتنا. برضو بوصيهم من خلال قناتكم ان هم لابد من التوريد للصومعة. هل فرق عن السنه اللي فاتت الانتاجيه؟ فرقت عن السنه اللي فاتت ودلوقتي ما عندناش اصابه 0%، وده برضو مفضل ربنا علينا ان احنا موجودين طول السنه. وكنا حتى موفرين المبيدات المبيدات الحشاش العريضه والرفيعه، او لو في اصداء الحمد لله ما عندناش اي اصابه. المحصول مبشر جدا بالخير ان شاء الله. حابب اتكلم مع حضرتك عن الحقول الارشاديه، اهميتها وهل بتساعد في زياده انتاج القمح؟ كان عندي اكتر من 300 حقل ارشادي السنه دي من خلال برضو الحمله القوميه للقمح. يمكن الحقول الارشاديه برضو من ضمن الدعم، وزاره الزراعه بتدعم ابهاتنا وخط المزارعين. الحقل الارشادي مجانا، بياخد تقوي القمح بتاعته مجانا عشان ازرع مصاطب وعشان ازرع حقول اسمها حقول ترشيد الميه. دي برضو كل الدنيا كلنا بنقول نقطه الميه اغلى من نقطه الدم، مهمه جدا ان انا بتجي للري الحديث. وبرضو بقول لاخواتنا وابهاتنا ما زلنا بنقول ونوصي على طول اتجاهنا للري الحديث، بوفر ميه وباخد انتاج عالي جدا ونبات خالي من المبيدات وصحي وامن ان شاء الله. ازاي بيتم تشجيع المزارعين على زياده الانتاجيه، واللي حصل طبعا من قبل حضراتكم في التسهيلات المقدمه ليهم لزياده وتشجيعهم طبعا على زياده انتاج محصول القمح؟ انا مع المزارع من قبل الزراعه، بقول له يعني ايه سياسه صنفيه؟ ما اجيبش اصناف من بره ازرعها بكيفي، لا اتبع تعليمات وزاره الزراعه. بكون عامل معاه ندوات الارشاد المستمره، عامل مع مجالس اداره الجمعيات، بنزل للمزارع اقعد معه في الحقل واقعد معه واقول له بازرع في الميعاد المناسب، بختار التقاوي المناسبه، ارض تكون صالحه. كل دي عوامل بتؤدي الى نجاح المنظومه في الاخر. بمناسبه الاصناف يا باشمهندس، حابين حضرتك تقول لنا ايه الاصناف اللي مزروعه من القمح في محافظه القليوبيه؟ جيزه 71، عندي سخة 95، عندي مصر 3، عندي مصر 4، عندي سيس 14. هي دي الأصناف اللي الدولة أو اللي وزارة الزراعة موصية بيه.